أحسن الله إليكم. يقول السائل: المسجد الذي في حينا يوجد خلفه قبر يزار ويعظم، ولكن هذا القبر مفصول عن المسجد وهذا أقرب مسجد، فما حكم الصلاة فيه؟ إذا كان القبر مفصولا عن المسجد بشارع أو بساحة من الأرض فضاء فلا بأس بالصلاة في هذا المسجد، لأنه لا علاقة له بالقبر. إذا كان منفصلا بينه وبين القبر يعني مساحة من الأرض فضاء، أو بينهما شارع يمشي فيه الناس، فلا بأس بالصلاة في المسجد لأنه لا محذور فيه.